يحاول الفرنسي كومبواري أن يقنع نفسه بأن لحظات ضعف الهلال مضت، ثوان فقط، وعلى صوت سلمان الفرج بهجمة صمت فيها الجميع إذانا ببدء ديربي الرياض. برودوم يحاول أن يتشبث بعند بسلام لا يبدو ظاهرا على وجهه. كاماتشو كتب محاولة في الدقيقة السادسة من كرة عالية صدها عبد الله صديري. صوت ألم وليد عبد الله على إثر تعرضه لإصابة في الدقيقة السابعة اعتذر عن التسبب بها بيونغ سو. مدرب الأزرق يحاول بعمق قراءة ما لم يقرأه مع الهلال من قبل. تلاميذه حاولوا تطبيق درسهم، فجاءت محاولة عبد الله الزوري في الدقيقة 15، تبعها زميله سلطان البيشي في الدقيقة 20. وجه برودوم ملون بالقلق، زاده محاولة ويسلي التسديد في الدقيقة 33 على يمين وليد عبد الله. وكما نرى ما زال مدرب الزعيم يكتب. المشهد لدى كومبواري مشوش، ما الذي يجري؟ المغربي عادل هرماش يمزق صمت التسجيل بهدف هلالي أول في الدقيقة 44. في الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 52 تمريرة هلالية، تسديدة برازيلية حملت هدفا ثانيا باسم لوبيز ورقصة فرح فرنسية. برودوم تمنى تجاهل فصول الدراما الدائرة على ملعب الملك فهد، لكن شده تسديدة برازيلية صدها وليد عبد الله، تابعها الكوري يونغ بتمريرة أعادها للوبيز الذي فشل في إدخالها الشباك. ياسر القحطاني دخل بديلا لبيونغ سو، أحمد عطيف خرج ودخل بديلا جيباروف، وبرودوم جالس بثقة أكبر هذه المرة. كاماتشو بحث عن مشروع هدف شبابي، مرر لتيغالي الذي صوب برأسه فوق العارضة في الدقيقة 77. القناص وجد في الوقت بدل الضائع فرصة لزيادة غلته التهديفية بهدف رابع له في الدوري وثالث للأزرق. في الختام كومبواري يواسي برودوم ويؤكد أن المشوار لم يزل في بدايته. رصيد الهلال الآن 14 نقطة في المركز الثاني، يليه الشباب بفارق نقطة واحدة. ديما محمد السائح،